بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلبية لطلبات ورغبات الكثيرات من مشتركات قناتي بوصفات بماء الأكسجين أو الماء المتأكسج، ماء الأكسجين تعد فوائد ماء الأكسجين للبشرة كثيرة، كونه يعمل على تعقيم وتبييض البشرة بشكل ملحوظ. في هذا الفيديو سأقدم وصفات واختاري من بينها حسب نوع بشرتك واستجابتها للمكونات الطبيعية المقدمة بهذا الفيديو، كذلك نصائح مهمة لاستخدام ماء الأكسجين والطريقة الصحيحة لاستخدامه دون أي أضرار للبشرة. وطبعا قبل أن نستخدم هذه الوصفات للحصول على بشرة فاتحة بدون اسوداد وبيضاء ونقية وناصعة، نتكلم أولا عن دور ماء الأكسجين لتبييض وتفتيح البشرة. هنا بهذه الوصفات يعمل ماء الأكسجين على أكسدة الميلانين، مما يعمل على إخفاء اسوداد البشرة وتفتيح البقع الداكنة. ماء الأكسجين يساعد بشرتنا بشكل فعال في عمليات على تقشير البشرة، ويزيل لنا طبقة من أدمة البشرة. لذا في هذه الوصفات يتم التخلص من الجلد الميت أو أي بقع داكنة والكلف، ومما يجعل له دور مهم في تفتيح البشرة. ولكن يجب استعمال ماء الأكسجين بتركيز 10% فقط. قلت نستخدم ماء الأكسجين في هذه الوصفات بتركيز 10% فقط، وأن نحذر من استبدال ماء الأكسجين في هذه الوصفة بالأكسجين الذي يستخدم لتشقير الشعر، نحذر من هذه النقطة. وكذلك أن تلتزمي بالمقدار المدرج في هذه الوصفة دون زيادة أو نقصان. بالنسبة لذوات البشرة الجافة والحساسة، أنصحهم بتجربة الوصفة على منطقة صغيرة أو منطقة الذقن للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات أو أعراض جانبية لاستخدام ماء الأكسجين لبشرتهم. أن نتجنب ملامسة ماء الأكسجين للعين، نتجنب ملامسته للعين. كذلك الحواجب، لأنها تعمل على تفتيح لونها. طبعا إذا استخدمنا ماء الأكسجين لوحده، نستعمل طبعا هذه الوصفات فورا، ولا يمكننا تخزينها أو إعادة استعمالها. نقوم بعمل الوصفة فقط ليوم واحد. نتجنب التعرض لأشعة الشمس بعد تطبيق هذه الماسكات لعدة ساعات، ولا طبعا إذا كنت مضطرة للخروج أنصحك باستعمال أو تطبيق واقي الشمس. هذه هي النصائح التي أقدمها عند استعمال ماء الأكسجين للبشرة. نبدأ مع بعض بعمل أول وصفة، وهي طبعا لتبييض الوجه والرقبة وصالحة لجميع أنواع البشرة. نحتاج لماء الأكسجين، ونحتاج لملعقة شاي من بودرة الحليب. استعملي أي نوع، حتى وإن كان حليب الأطفال يمكن استعماله. ونحتاج كذلك للحليب السائل. بديل الحليب السائل هنا نستخدم ماء الورد. هنا استخدمت الحليب السائل حتى تناسب الوصفة جميع أنواع البشرة. قلت يمكن استعمال بدل الحليب ماء الورد هنا أو ماء الزهر. أولا نأخذ الماء الأكسجين، بهذا الشكل نضع الحليب قطرات فقط حتى الحصول على كريم.
نخلط المكونات جيدا، الحليب البودرة مع الحليب السائل بهذا الشكل للحصول على وصفة كريمية. ثم نأخذ 10 قطرات فقط من ماء الأكسجين، نضيف 10 قطرات فقط. ونخلط المكونات جيدا مع بعضها البعض مرة ثانية. ثم على بشرة نظيفة، يجب أن تكون البشرة نظيفة بالغسول المناسب أو الصابون المناسب، ننظفها جيدا، نجففها، ثم نوزع هذا الماسك بداية دائما بالرقبة والوجه. قلت إذا كانت البشرة حساسة في بعض من متابعات قناتي العيون تدمع حتى من وصفة بسيطة، نبتعد عن منطقة حول العيون. أنت تعرفي نوع بشرتك، إذا كانت العيون حساسة جدا أنصح بالابتعاد عن منطقة ما حول العيون. نترك هذه الوصفة إلى أن تجف تماما حوالي نصف ساعة، وبعدها نقوم بالشطف بالماء الفاتر ثم الماء البارد من أجل غلق المسامات. طبعا الترطيب يجب ترطيب البشرة حسب نوع بشرتك، ونستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج مرضية. إذا كنت عروس ومستعجلة يمكن استعمالها 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع. قلت نستخدم الوصفة لمرة واحدة فقط ولا يجب تخزينها بتاتا، آمنة للحوامل والمرضعات وكل البنات ممن لديهم مشكلة في اسمرار البشرة، يمكنهم استعمالها وبكل أمان. الوصفة الثانية، نحتاج هنا لنشا الأرز، بودرة الأرز، ونحتاج لنشا الذرة، نشا الذرة أو الكورن فلاور مايزينا. من تتحسس بشرتها من النشا، نشا الذرة، يمكنها استعمال الشوفان مطحون ناعم، ملاعق شاي، 2 ملعقة شاي من كل مكون، نشا الذرة ونشا الأرز. المزج دائما يكون بالحليب حتى تتماشى الوصفة مع جميع أنواع البشرة. نضع فقط قطرات من الحليب ونمزج حتى الحصول على ماسك كريمي بهذا الشكل. يمكن استبدال الحليب هنا بماء الورد حسب نوع البشرة وتحملها للمكونات. نخلط جيدا بهذا الشكل. تدريجيا ثم نضيف كذلك 10 قطرات من ماء الأكسجين، يجب التقيد بالمقدار المحدد. ونخلط المكونات جيدا. طبعا البشرة تكون نظيفة قبل تطبيق هذا النوع من الماسكات. نجففها جيدا ثم يوزع على كامل بشرة الوجه، الرقبة وكامل الوجه. نبتعد فقط عن منطقة حول العيون إذا كانت حساسة وتدمع بسهولة، ثم نتركه إلى أن يجف تماما. يمكننا كذلك تطبيق هذا الماسك تحديدا على المرافق والركب، ممتاز جدا لتفتيحها، ويترك قلت إلى أن يجف، ثم يشطف بالماء الفاتر ثم الماء البارد من أجل غلق المسامات، ويجب ترطيب البشرة. يمكننا استعمال هذا الماسك من 3 مرات إلى 4 مرات في الأسبوع، آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات وكل البنات ممن يعانون من مشكلة اسوداد واسمرار البشرة، يمكن تطبيقه وبكل أمان. صلاحيته قلت لمرة واحدة فقط، وبعدها يمكننا تجديد هذه الوصفة. بالنسبة لصاحبات البشرة الدهنية،
نأخذ بياض بيضة نمزجها جيدا، ثم نضيف كذلك 10 قطرات من ماء الأكسجين لبياض البيضة ونطبقها على البشرة. ممتازة لعلاج عفوا لغلق المسامات وكذلك الرؤوس السوداء وحتى حب الشباب وآثار حب الشباب. يمكن استعمال هذا الماسك، ماسك بياض البيضة، بشكل يومي لإزالة حب الشباب وتصغير المسامات. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.